أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا الإسلام ذي العمل وإلا لن ذين دي تفنن دي العبد سفلا، يعني مقارن المظاهر، ولكن ذين يخدم العبد سل جوارحي سل بقية من الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مكدي قار إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكدينا إن تسيد ربه دي تسمى خيرا الجسث نولنا غال مظهر نول سفلا، يعني لن أما ذي الجسا أما ذي اللفسا أما أين دي تفنن، ولكن ودي تسمى خيرا غروايا إن ولكن تسمى خيرا وين إلا نقويا ونون يتسمى وين لكن اخذ من سل الجوار حنون كاع الاسلام يتفند وين قاعد تاخذ وين دي سفند اي سفند مكان تعامل دو الوالدين كما يتعامل دو الجيران كما راه تعامل دو الشرق تعيش هذا المجتمع يتعيش كي دي سفند الاسلام ماشي ديال المظاهر كاع. اذا المعنى ينس ذي الاخلاق، الاسلام تصرف كاع، الاسلام تموسني، الاسلام ذين دي الصفات العاليه دي فرارن دي فكاس يحمل سيدي ربي يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم سيجن اذ سيجن اذ الدين نغايت مثلا يساد الرسول صلى الله عليه وسلم باش اذا غير ربي الذي قال الاخلاق نغ الصفات الهان ان سيجن يدقيغ يميدش كاع سيدي ربي قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ان اسيرد قوات الصفات الهان باش اذا ربي الامين على خاطر الاخلاق شواجين اشي تساليت الامم اشي تسالين الشعوب اشي تسفراريت مورا كان تصرف كاع مالك لون تصور برا وسعي الضرر للحاجه اكو على غدي في الكلن كامل الماده وتفكينا للعبد، ولكن تصرف كاع ليدوكاسيون تساكاكو اذا لساس الرحبه غدي العبد ذا شوث العبد انت اللي لون تصور برا ما وتشنا حساب على ذي العبد كاكينا اذا العبد شو شوث تصرف كاع في الاخلاق انتبع اين غدي فكا السيدي ربي خاطر انت شغي غدي دقيقا ويفكا يغد الصفات انا نستخدم باش يعني ان تعامل جوجل انا اش قاعد نفي واش في رحمه للعالمين ذا شو يغدي يقول ذا خلينا امر الرحمه ينش يقول يغدي الاخلاق يقرد انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ويفكي دمتا نصيف ام قران يزدي في كاندي الاخلاق يقرس وانك لعلى خلق عظيم كاكا اذا انت اين كان يدي بوين يفغى في ديف كي نكون باش اذا غير بيان باش ادن انا نستخدم الاخلاق ديال جوجل انا باش نسعوا المعامله العايم شويه نسافي زيد في معيشت شويه نسافي زيد تدرث قمدان هذه الدنيا كان هذا مثلا اذا سوا شو يسادو فرار ثمورث يسادو فرار الامه سل الاخلاق وسوا شو يساريك شم يعبد يجنث سل الاخلاق ماشي الصفات النظام ولكن سل الاخلاق يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم غير متسقسن ننس دشو اكو اكسكشا من غير جنث اكثر ما يدخل الانسان العبد الجنه دشو يسينا الرسول صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق اتقوض سيدي ربي وتسعود الاخلاق العين يقارك ذي مثلا امكشينا ذا اشتقر كيسكش من اركيسكش من غير جنث كي جينا مثلا اذن ولي لقرا انفا الحز يفيق دي خلق سيدي ربي باش وين يغدي وين في صلى الله عليه وسلم يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم العبد يتصربان العبد يسعى الاخلاق الصفات الهان يسعى الصفات نصرف كا ما ردني الاخلاق معناه تصرف كا كا ما هذه هضر لعبت اذا سيدي اوريش كي ديفيرون اوري خدارون اوري تشكورون اوريش كي ديفيرون اوري السلام الى الغير هذه تعيش دي حياي الوالد نيساتني يرفض الجيران نيساتي يعذر يدسن لعيب هذا النظر مره مو يخذي مالك اين العاين يخذي مالك اين العاين اين نديرو تخدم انا وكان هذا الاخلاق كا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعذ الاخلاق الاخلاق ينص صفاته ينصرف كايين يند اثير في سيدي ربي الدرجه الصائم القائم قلنا كني تشوزو من عام 13 شهر يتظل عام 13 شهر كم سل الاخلاق غير صقر بالاخلاقيه مثلا اذا خزرت كان واش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم امي تسقسان دشو مسنا ناس يا رسول الله ناس فلان تقا وهنا اليوث 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 تمطوث ذي الوقت الوقت نينس ناس يا رسول الله ناس صوامه قوامه تصوم عام 12 شهر دكواس تظل عام 12 شهر دكير تخدم قيام الليل ناس يا رسول الله ولكن تسعيوني بيان في تسادو الجيران السيرسيس
داش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا خير فيها انها في النار وتسعر الخير تمتثق ولاش الخير الا داخل تمتثق ان جهنم غيتيتشان رغم انها تتوز مع 12 شهر دكاس تظل مع 12 شهر دكاس وتستمني على تظل فيها شي 8 على الصيام ينس كلا ديالنا مره يروح على خاطر شي وتسعر الاخلاق وتسعر وتصور بالا افتادوا الجيرانيس باش انظر بلي ديننا نكون غير خاف نفهم دين اثر فهم الفهم الحقيقي انسيم انسيم ذا الرحمن سيدي ربي ذي قام رحمه الله في الارض وليت شكرانا وليت شكدي فرا وليت خدارا وليت صدقارا الوالدينيس وليت صدقارا الجيرانيس وليت تعيش هذه حرام يتعيش ذي حياه يخدم دوين العاية دوكين ذي نسيم اسمي سدوايس خزر كان ما دين نظن كذي نسيم معناه تسعيد الصفة للإسلام معناه تسعيد الصفة للسلام تسعيد الصفة لهنا حاشا لهنا أتهني ذي منك وتهني ذي الغيرين كاقين حاشا الخير انسيم وتسقوذنا من الدن انسيم ما تخزر دا صفرحة كدي صفرح أتسروي ذغار غورس انسا قد يقضون تغاوسا اذا انسا غالة اكي حامين اذا انسا غالة وتضسني ذم وحواجا اذا انسا غالة اماثين ذي لانيك انسيم انسا غالة تزجيض ولكن باي السوض العبد اذي لان دعيني منه ان كنين ذي انسيم من بعد الكنين ان خدم ذي ثيبساي ودين نار الاسلام انا عقب لي اذا شو تنسيم تنسا كجنة رسول شفيح صلى الله عليه وسلم يقرد خير الناس انفعهم للناس الخيار ذي العفة ذنوة ذوين ينفع ودينا فظل الزكاة الصوم الحج ويجين ذا الركائز ذا الأركان في قفنا ديننا ولكن الذي قال بني الإسلام على خمس يفنى الإسلام على في خمسة ذي جدا ولكن ده في قفنا الإسلام ده شي قفنا نشوف لا ذا جن إثلا هاي خطر فظل الزكاة الصوم الحج ويجينا تركيزين الإسلام أما كنا ذنو ذا خمسة لبوتو إس إفات فنود ولكن ماذا قلنا ذنو كلين تظل عن تصوصو من حجهم ولكن ذو المرض الزخي للمجتمع أقياغن فنان يبوتو ينين نغو ولكن ننفسن كلاكن أرسن نرميسو فلان أرسن نغوم أهترن أنستن فايسن وتزمر ذات تزدغض وكتحامي نفو سميض ولا فو صغر في صغر ولا في الهواء ولا أرسن في عضاي السن حاشا ماذا قلت كوفريتون حاشا ماذا قلت أرنيض يبنين سوفلا إذا انتظر لزكاة الصوم ذي الحج إذا كان أثني داربين باش أدن مكثي سيدي ربي وأقم الصلاة لذكري باش أدن مكثي سيدي ربي ولكن أثني دن مكثي ذقويني كفغانا ذا تنخدم ذقويني كفغانا ذا سنوخر أين في ديوم راه تنخدم تنخدم في دينها هذا سنوخر هذا سنوخر وسن قرار كوني ندعي من نظين سيمن على خاطر ماذا قلنا انتظر لا انتصوصوا من حجوم بعد الكلية الزدخي للمجتمع ونخدم على خير لا انشتاقي نغلط ذي حسابنا وليسي قالنا نخمم غربيا اي خطر المجتمعات الإسلامية مرة ناكو اي حاشك في قاذ يا رحم سيدي ربي المؤمنين اللان يقذ تقوذنا ربي اللان يقذ يقير سيدي ربي ذي الخطر نسل اللان يقذ اخدم لين العاين يعني تقوذن اللان ادلك ولكن دلقين لا ونزميره ردنين ونزميره نكران شتاقين دخل الكثرة يمسك وتسفنره وتسفنره ويقيم انتظر لا انتصوصهم أنت حجوم وين خدمتهم ونغفل لك في اللسن كامل ولكن سقسيان سين الجيران قاعدين سقسيان قالوا والدين الدريا معذين سقسيان داخل الدشرة معذين غاشي ذقو كرسل داخل الجوامع ونمني عرام ونتوي غاشي ونغنز داخل الجوامع أتسمي يروين قواس العيد باشاد مغفارة أتسمي يروين داخل الجامع وقذين دحكى الأئمة نذكر بيسي خير نذكر بيسي خير سوا شو داش دالت ثنسيم ثنسيم تلقى دفان دي العامل النغ تجيني أنش وزميرنا العبد ذاتين كان الإسلام ذي المعاملات الدين المعاملة أكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الفعيل مرة أكوني هاركمي وتسيقنا راه اما كيف نسعى السد الى عصرنا ماذي كتاب ماذي خداع ما تسكر ذا ثكر ذا ذي ميزان ثكر ذا ذي السعام الغش ذي الفيع والشران الغش ذي إما ذي الميزان وإما ذي السومة وإما ذي النوعية مع المذي خنا أخذ دميس أخذ دميس ذي خنا مع المينس لكتب خلف الوعد نذكر الوالد النغل شير نغن عدي ريسن معنا وصل الوقت تظل ثر نحاك هذا نزال إذن إلف قياد أنشتاقين أثي دنيار أثي دنيار أثي دنيار على خطر موضوع حساس نفغر نغون نفغره ولكن قاتي دنينين إن قل قاتي دنينا في دنينين سنة النقطة في جين جوني الموضوع عجيف لدنا هدركة بفضل الله وبرحمته باش الإنسان ذي ظلم ماذا قلنا العبد ولا الذي نشيم ماذا قلنا ذي العبد ولا الذي أكني يبغوي للدين كامل ما ريش ما قال الفعيل جين خدمتن إنسيم وذي عايتنا لخدمتن إنسيم أذ يعقب لين الإسلام يفرد ذيك سن
نسكنت نخدم ولكن في الاستعيره وتشوي هر الصوره للاسلام كا اول عندي لنزخ للاسلام دين شي مو يخدمت نويكي الى قادي ثوب غير سيدي ربي الى قادي ديوغار قبل ذا في فذي حي ثبرت التوبه دائما في اللي غير سيدي ربي حاشا ماذا قال يقعد ملك الموت هذا يقعد روح نبافيش من التوبه ذي كا سيدي ربي قد واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى كالذي قال سيدي ربي الكوباليس ان دعفو يعبد يعبد الذي يزين غير غوري اتو خرض في البلاد اللي تخدم ذاك وتندم دائما الصح قولي سفال فينك اللي تخدم وتعهد سيدي ربي تسوغي ضرر غرس وماذا قال ليس على الحق اكس على العبد في الله الى قد استرض اما الماده اما المعنويين اي نستخدم قوي من ديري الى قد استرض اصديف السماح سيدي ربي غفور رحيم ثبوتي دائما اللي يقرض ان الله يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغار غير سيدي ربي يقبل التوبه للعبد حاشا ماذا قال لك ضد الغرغراني سكرات الموت ذينا ثبوتني التوبه نذاي خلاص ذافيش تخدم بس سيدي دوني تخلص دينا الحسنات تصلي الزكاه تصوم الحج حاشا ما تغرض البعيد عن جربي جي المؤمن المفلس هذا الدو غير غرسك اذا تقودي عبد اقفي اذي فتحي يقضي ثوب غير سيدي ربي الحق سبحانه وتعالى كان إذن قال ترى ما نقصش من غروية جين قال ترى دين شيء من حقاني نكنه إلى قد نجر إلى قد نجر أنشتاجي ذي إذن في العبد يتظلم عام 12 شهر ذي الوقت تفضى بلك صلوات ذي المسجد ذي الحجين ما شي فرد ما شي مرضى العمورات ما شي ذي ما شي ذي ما شي مرضى ذي يقبيري العقل أن في المشملي بويث أن في الجيران اللي يتشثلك ذي ثليسا تفضى ذي ذي تعديني مثلا الجنسي من تفضى حلتك وغير وخامنس من بعد أدروح أذي الظل غير سيدي ربي إذن أنا عقي أنشتاجي وقفوا يلا ونشتاجي وتدار دخل الاسلام وكين اما الى قنا عقلي 180 درجه قال لنا غير وين العباده كاع اقدر الفعاله ديك خدمه كان ومجرنا كي الاسلام قد يمر الراس ونشتي سبحان الله يقال السين ان السين الحلال والحرام مثل سبحان الله كان يروح دي ورقاز ودروسي يقول سنة كان يقعدان غرغورين بعد ويأخذ يعفذ مقرن يعفذ مقرنة شوية وما مش تدول نيس دي مطول أم كي يدينا نعم ياسي يفاني اللي كرم يسعيد قويك يشغذيك ملك ذا نشتاقي كي هيكين إيناد ماشي ذا نشتاقي إيناد يرفذ دمي أفوسيس غرغورين ويعفذ ذاكين يدرفذ أفوسيس غرغورس ويتسولني ويزور دي الصفة مزوارو دي المسجد نصف مزوره ذي المسجد كان أنا عقيقيا إذا كان أفوسيس يون زاف داخل المسجد إذا كان أفوسيس باش هذه صفح إيه ما سينسي ما منسى أثي صفح أهذا سيدي فيعفو أهذا أزديه ويصغر ورس ولكن يعرض في اللاسي وخرس يجيس كان أفوسيس ومثل موقع غير السجود ويسكسرك وقارو يسدي السجود كان ذلك ضروري دي المسجد يقدروا ديه يقدروا ديه يقدروا يقدروا مره اخذ ضرب ان شاء الله هي مثلا اي خطر مولاش نتزلا بوريان تشوزون بوريان تحجو بوريان تخدم ديننا نجعل بلا ثق في سيدي ربي نكوني ماذا قال وقت ولا قادر المعامله تنغير غدي عباد ربي ام سعدي راه تزلي في كل شيء غادي يروح ام خدمت ثقي تشوزون منك عام 12 شهر تزلا عام 12 شهر ولكن تسدوا الجيرانيش الجهنم ما يتيتشان اي خطر وتسعال الاخلاق انشف ان تفخ خمسه تاعي تخدم اون فايت دي شوي دي العبادات كركود اني فيه تسادو غير مره هكا تخلصي تنزل لي اثنين تروح الصيام يروح ورجل يقول لي واش ما اذا راح تسيد ربي الجهنم اذا المعاملات ذنشتاقين إذا الساسن الدين الدين المعاملة يقول لي يوان يندر السوي غيمية ذي التليفون يندر نمر واثنك سنكنينو يندر يروج تكذ نمر واثنين يندر مسو راس نمر وانو السيناء الرايد والسيناء النمر وانو يندر ناس دورة الزرعة شمو يدر رضارة يندر ناس عوهد أكورت عوضة تسير الصوت من بذلك ذي التليفون كم؟ ونسى ذي المسجد اللي يتزال ثورة كقطف ذي المسجد إقلا أحكون ذا أين ويقب يري عقي أيث مثل إذا أنظر دين نغ أنظر دين نغ ذا شوث الإنسيم ذا الرحمن ذي الدونيث الدين ذا المعاملة ذين اللي نقال كيذين إذ الدين مولاش ماذا قلون قال زرن كيذيك تظلي ثنوة أم كانت شق في سيدي ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تظلي ثنهود غا في الفحشاء والمنكر ولكن ماذا قلون كيد الهار تظلي ثنيك في الفحشاء والمنكر تظلي ثنهم قبو إثارة يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له سيدي ربي دي قرفة ظل ليتي كيد اون تفرض تساقاكو ليدي قرعة فين نديري النبي وشبيح صلى الله عليه وسلم ينادمو كل قرعة فين نديري إلا تحسيتي من لون الظلم كان يجد مثلا خزرت كان إذن المراد سيدي ربي
إفكا يغد الدين نغ باش تيلي الرحمة تقولون باش تيلي المحبة تقولون باش تيلي ثقمات تقولون باش تيلي الذكري تقولون باش تيلي المعاونة تقولون كاينة باش انا اصل لبسات شي بحال تدور حضر على المسجد من بعد تشمق ضريبه ذم الديه اماكن نثني محسوب لان اماكن ذي نشطاحك شي نعم لا 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 سيدي ربو لي سعي ميسو لي سعي لي شو تعدي سيدي لي من ولا سدريك ولا الشيك ولا القوين كا كنثبوط ان اكرمكم عند الله اتقاكم الخيار تقول الخيار تقول سي الايمان ذي العمل الصالح شويني لا قويا ونقول ذي العمل اللي تخدم هذا تكبرني تكبر لكن في لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما تسعد مثقال ذرة والسمغار يحرم تحرم تحرم دي جهنم تحرم يحرمك ربي دي جنة جهنم ريتش الفافيش أغن جربي جيموني كما يتمثل سيدي ربي مشريح سبحانه وتعالى إجعي الدين نغس وكان يساس إذا لساس تذر ثن بنادم سوى نشتاقين ذيني لاند العلاقة تقال مدني ساس تذر تذر ميز تورون سم العلاق ونعذي لك تقوق على نايا الجيران سمية دون ما كتشد وثمغار ثقين الجيران نس لكون ذي الوالد نغونا أشو تذر ثاني ذير أني ذير تذر ثي الهم مثل الرحمة ذيورنا مثل المحبة مثل الذكري مثل المعاونة مثل تسمي زوير غال الفعائل الخير كان شو اشتاقين شو اشتاقين يقرد سيدي ربي قويس يصورة الحج يقرد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ولكي تكمل قوة وفعلوا الخير لعلكم تفلحون الركوع والسجود سجد العبادة قيل لندي تظلت والصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام دين ومن تركها فقد هدم دين سجد الساسة الرحضة ذي الدين مرة تظلت هذه قال أركعوا وسجدوا يقد وعبدوا ربكم باش ما تظلت إنزول إلى قسن في كثم زورث القيمة تظلت النين أتنظر الركوع نس الحقيقي سجود نس الحقيقي وسنلنو الخشوع هذه قال العبادة رغم أن هذه قال وعبدوا ربكم الركوع والسجود داخل العبادة لله ولكن سيدي ربي دي قري قصع من الاخلاص انا عفد سيدي ربي واحد ماشي رياء ان انا ننزل على شوفوني الناس باش نقال لي كونفيونس مدن لا انا باش انا انزل وانا نركع ونسجد انا عفد سيدي ربي واحد الاخلاص الخشوع ذا الاخلاص ولكن ادقر راه كان دقيا كي خاطر فقيد العلاقه الى نكرا سيدي ربي ادي قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وزمر داسك الشطره كي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ودينا كانوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم الى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وكذين الى نكرا كذ مدن ذي وثمثني كي عباد الدنيت اتخدم ذي خير اتوخر اي وين نديري متخدم ضرين العاين وسجمر ضر اي ندير اي وسجمر ضر وين العاين اي نديرو تخدم دار التاقينا خزرت كانوا شبيحنا نفين صلى الله عليه وسلم الذي قال إن دو الذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا يقول صربي إن دو تكشي من الجنة حاشا ماذا قلتوا منهم أم كان أنا من إن دو لا تؤمنوا حتى تحابوا قلت سمن مرا حاشا ماذا قلتوا من يحمي من جوغرون ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قالوا فشو السلام بينكم اتسم يا حمي مران اتسخزرت كان اتسم مري جنت حاشم اثو منهم اتسم مران حاشم اذا قلت ثم يحمل شو شو نسينا او دم لغم كافق من باش اتسم يحمل انه افشو السلام بينكم ماشي كان دوران بالسلام الصيغة ايام ما السلم في عبد سن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن اختيني بالذات السلام الغيرين اختيني ذي اهنا الغيرين اختيني اتسدد الجهين الجهة الموينيك الجهة الورويك الجهة الجيرانيك الجهة ذي الرحمة ذي قاع السلام ذي هنا أفشوا السلام بينكم ذي لي ولاش الحقد ولاش الغل ولاش البغض ولاش الحسد ولاش أكو أين نديري مرة أقو قلول واجي إيد السلام ما إلاو ماذا قلنا ذي نكوني نزرع السلام نزرع الرحمة ذي المحبة ذي قلول أغرس قرب إن شاء الله يجنث التنجيز مثلا أنشتاقين إن قناع قيب اليوم ونزمير لنا أذن نكار ثم ورقين شيء من حشث ذاك يرحم سيدي ربي نفغ وفريد خذ من دراسة يوث دراسة يوث يوث الجامعة يوث لونيفرسيتي قناص لونيفرسيتي جورج واشنطن الأمريكان يعني ذي نسي من يتخذ من ذي نسي من يتخذ من خذ من مرة أكو خذ من يعني يونيتود يوث الدراسة الثمورة من دوني ثمرة أكو بلدان العالم باش أزرن أنت تكتب عن يعني التعاليم من الإسلام ولو كان تشي مورا الكفار ثلاثة قال نحمد الله ونشكره ولاش تمرت ولاش الإسلام شبنا كل إسلام غسد لدى الأقليات ولكن للإسلام مرة أكو ولكن يخذ من الدراسة يقام في ثمورا الدنيا كامل ولا إذا شون يدوفان وفان ثمورا جنسي من ثمورا جنسي من خضات التعاليم من الإسلام زث ثمورا ونلالتين سيمين تبعت التعاليم للإسلام ينولينا الذين سيمن
وتسكرنا ريان ماشي الاسلام وتسكرنا راه اللي كتبوا اسكي ديفلا ريان ولينا راه ذين سيمن ولكن ثامور ثم زوارو اكتب عن ثامور تين سيمت اقلان ذخي نصف قوينا ثاقين لرون قوينا الدراسية ثامور ثم ماليزيا ديزقان تيس تياثة وثياثين ويانا ثامور تين سيمت ثم زوارو ذي ثنين وثياثين مرة اكو غار ثامي كامل كامل يوث ثامورا مرة ولا راه تين سيمين ثبعت تعاليم للاسلام وثامورا النظام مرة تين سيمين تجدف فيها كوي ثبعت انشتاقا وذي عيي ثرن غير مثلا بقلنا دي الحقيقة الحقيقة ونزمير لنا أن نرغب الفلاس إذن ماذا قلنا ونسعى لنا كل الأخلاق ماذا قلنا ونسعى التربية الإسلامية ماذا قلنا ونسعى لنا الصفة العالية اللي يفرارني غدي قوير رسول صلى الله عليه وسلم في قفي دي روح ذا الغورنا يقاف دي إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق إندن كي نظر بني رباني ند أدبني ربي فأحسن تأديبي وإندو فغي أكون ربي وخلوي قوير الصفة للأخلاق باش هذا كون ربي ماذا قلنا ونكون يودن قوير الصفة نصرف قاقر الرسول صلى الله عليه وسلم ونربح الدنيا ونربح الأخر إذا قد أنا أقل لك مثلا نكون نشتغل العبادات قناة العبادات الشعائرية أما تظليث أما الصيام أما ذي الحج نشتغل ونغفل رفلست ولكن المعاملة إلى قناة عقيب لي نغفيتاش نغفي طاس وتظليث زكاة الصوم الحج في كاخذ ربين سبحانه وتعالى باش أغد أدن مكثي السيد ربين الخالق سبحانه وتعالى تظليث تسجد يفرار المرام أي خطر الزكاة أفردي وسقواس ماذا قلوا يسعى لبابيس وتزكار الصيام أفردي وسقواس ماذا قلنا العبد يهلك يساني المرضي كرونيك ويتصوزو مرام الحج أفرد ذي دونيث أفرد ذي دونيث وانا ماذا قلوا يهيك نغوز مرارا أمام مادين أمام الصحينس ويسعى لسوس يسعى لروحنا وجهيدنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى رحمة ستوسع ولكن تظليث لا تظليث تساقين قعو السنية عبدا الحياة مران حشما يموت يا قناع قيك عمران بن حسين رضي الله عنه الذي نادي الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيهيك يا عمران بن حسين رضي الله عنه الناس يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الظليث الناس يا عمران الناس صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب الظل في الدين الظل مزمر ضر الظل غميم مزمر ضر الظل غفي ذيش مزمر ضر الظل في ذي الظل سوالنيك مزمر ضر الظل سوالنيك الظل سويك حشما ثقلت مثض حشما ثقلت فغر روحني ذم كانت تسقط الظليث غفى فينش إذا تجيني أخذ تباعي في كيغتي ضربي خمس فردان دقواس أغد شميكتاي أغد شميكتاي ميت كارات خلق مكران أتظلظ وتظلثني ما دمك تتظلظ وتصدر الخمر أسقع ذمانيك ذي الوالدينيك أسقع ذمانيك ذي الجيرانيك وتصدر ثيست الجارينيك وتسخن دار يمانات خطر نسي سهير تيمسي يجين غيث مثل وزراء العود بلين ماذا قلت ثقوية ستير ذي ثردست قوكاي الجارينيك بلين أتعقيد بلين الرسول صلى الله عليه وسلم دي قال ثردست قوكاي ماذا قلت ثقوية أتسملي رد سيد ربي ونتسي غضب في الله وما ذاك الله كتشينين تشيرا ستردس دقوكي أنشتاقين ديون المرض اجتماعي خطير ما ذاك الله ثقوذست أعقي ثرنف ثردس الملكي صغر غورك السنين تفضى عرضون الملكي كل قرار ذي فغافوسيك ناذي فغافوس قرروي يقاتع في ذاك خطر سكشمط دي حرام أردخيل الملكيني كاينه واش كاين يوم القيامه اتصعب بيضك هي مرات نتاعنا الغشيدي جنك تتصعب بيضك هي خطر ثوب خرض اشي وتصيص ضره اتصعب بدي شفعي قواعين هل تصعب بيضك هي كاينه اذا الانسان يلق دائما وابدا اتعقد بلي ما ذكرت تخدم كلام ادم مختص بلي تزلطت وخرض وين الا ندي حرام دقينا فيهم سيد ربي مشبيح سبحانه وتعالى ان تفكيغا وند فظليث الزكاة الصوم ذي الحج ويناد أنني مرة فظليث خطر سجد يفرر إن الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام دين ومن تركها فقد هدى الدين سجد إذ تقبت وين غدي فرض سيد ربي تظليث ماذا قلت حفظت العمل خمض دينك ماذا قلت حفظ دار دينك يروح أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة تظليث فإن صلحت صلح عمله كله وإن فسدت فسد عمله كله ماذا قلت ثم زوري فاكد حاسب ربي تظليثك ما تصيح العمل كاكو يصيح ما تفسد العمل مرة يفسد ولكن أمك تصيح تظليثينك ماشي أستنيت ولا تجد سهي تجيو لا وتسهيرة أتصيح تظليثك ماذا قلنا لك شيء كذا الأركان ينسى تظليث مرة الركوع السجود الوقت مرة الزول ماشي ذا نقبان سنقفي قاعة أنزل أكني الزول الرسول صلى الله عليه وسلم دي قارن صلوا كما رأيتموني أصلي إذن أنزل أمكني الزول وش في إحنا نفين صلى الله عليه وسلم كان كل شيء سياقي والنقطة في السنة ثانية نساغي قفية سيد ربي تظليث مثنى هو كيد غفر فحشاء ذا المنكر مو كيد نهارف الفحشاء ذا المنكر ومقفوي ثلاث أي خطر أشي مين
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فظليث ماذا قالوا كيد نهاره في الفحشاء والمنكر حسب كوت الزوم ضرا كجنا. إذن الأركان جين الدين إفكي أثني ضربي باش أثي دين مكتين ذا مكتين غاثي دين مكتين إذ قويني ديومر أثن أخذب إذ قويني فيغ دينها هذا سنوخر ذا شفي دي تسمر سيدي ربي ذا شفي قنه يقرد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن هو سيدي ربي سبحانه تسمر سيدي ربي سبحانه وتعالى خزرت كان إن الله يأمر بالعدل سلعدل أتعذي ذكرك ذو خميك أتعذي ذكرك ذو الرويك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أتعذي ذكرك ذو الرويك أتعذي ذو نسليك ذي كل شكمي ذي عذي أريلين ونشكرا أتصفر خضر ما تفغط كشم ذي شهادة زور لقد أتعذي إن الله يأمر بالعدل والإحسان أسخم ذي الإحسان أمان الوالدينيك أمان الخميك أمان الجيرانيك أمان العباد الصمد العباد ذو نسندران أسنتخم ذي إحسان كجنا هذي خار وإذا كي قرفن يكذي كي قرفن يكذي كي تشيلين دقذا منينش أكان محسوف صلاة الرحم ونستجين أنا عقيب اليوم وتحت شفاري عبد باليوم كل يوم كان ذي اليوم ذو إنك كان إلا كان إثي قرفن كان غروس أشمي دي قرى ذي القربة دي قرز سيدر بصلاة الرحم لا يدخل الجنة تقاطع رحم وإنك تزمن لزورة نس وكش مريجن خطر شيمي ولش أشحالي كي تشيين إكي تشيين كشيني تشيلين أكو الرويك سعني ضويان ضويان نون سعني ضويان سن ضويان سن سعني ضويان سن إذن ألو كان دنف مرة دنف نتشميلي مرة أكو ولكن ماذا قلت قزم الله الشان ذي ثنا أثنى نفس الله بوبيلاشيو مرة ثلاث زي طرف نفس النظم ثلاث زي طرف إذن ماذا قلنا كل يوم كان إسعان ذي القدر ذي زوراني نس زوراني مرة طفن كان شركنا مرة زوران كامي ولش وكيران قويني فغن ذينا الحيز قويكي كجنا إذن سيدي ربي أدي تسمر أي كيف دي تسمر يا للخير إلا زدخيز وين هود يقرب أين وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن هود سيدي ربي سبحانه وتعالى أفين نديرين ماشي كان دي الفعايل قفحن الفعايل نديرين إلى الفعايل قخزا ولكن يكثف يسنى حساب ذا نشتاقي لخداع ثكر ذا ثوتشي الحرمين الفقراء ذا المساكين من قربي ذا يلغوزين ماذا قلنا نسخية في وعد ماذا قلنا نذكر الوالدين ماذا قلنا نذكر الجيران ونقع ذري ما نغذ الجيران ماذا قلنا نسخان يمانات ماذا قلنا نصفغ كيفر ذا ربي مرة ونشتاقي نهدف لسي ذا ربي الخالق سبحانه وتعالى. إذن مران الزال مران الزال أدي قال سيدي ربي سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إيوا شو ما سيدي ربي إلا تباشي ذي يدم كثيم ذي يدم كثيم ذي يجي في كل دمرة وذي يجي في كل دنها إن في كل دمرة خذرتس إن في كل دنها وخرثس ويختصر سيدي ربي قباليس الذي قال إن الصلاة ثقي تظليث إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تظلي تنهود غف الفحشاء والمنكر شين دين هون غفين نديري أكيد وخار مرة أكف الفعيل نديري كامل خطر تظلي هذا الشيء كم ماذا قلنا ممكن نهارا باش تظلي في نزول قرط صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أخزر كان الصيام ما نتصوم سيدي ربي فاش في هذه الدفكه في هذه الكافيه باش نسعوا الاخلاق نسعوا التصرف كاع باش هذا نصور به. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اردي خر باش نسعوا التقوى انا قلت سيدي ربي ونسعوا الاخلاق ذوات مثل النغ يا عباد نشتاقي في هذه الدفكه سيدي ربي رمضان الذي قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن هذا ماذا قلنا ولي أخرى للعبد أفشاد الزور وأخرى في كثب الغيبة النميمة لمن الحنث أخذ زور غير الحرم. إن تسيد ربوش تقال المعنى ماذا قلنا يقيم رزبا بيس دي الصباح حاجة ماذا قلنا يعشى يخدم إذنك ويقيم رمضان يروح كالذي نان يروح مرة أما كان تسمغار ثقيم يتصوزوا من عام 12 شهر يتظل من عام 12 شهر ولكن تسيدوا الجيرانيس الجهنم يتيجان كان يثمثن. إذن ديننا مرة ذي المعاملة ذين إلا يرى ذو مثل نغي عباد ولا قرأ نغلط من نغ أدن نخذ عذي برا أدن نروح بعد أنزل ذي أدن شيء لم دين بعد أدن أنزل ذي إلا قال عقيب لهم أمكاون خدعها سيدي ربي ذي من نغي نخذها وما يخدعون إلى أنفسهم وما يشعرون كجنا ثنشينت قد قرر صلى الله عليه وسلم ديننا رب لين يسيم ذو يتظلم ذو يتظلم يقرد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويقرد ذي زلي ويظلم من المسلم من سلم الناس من لسانه ويده مسل من العباد جرسيك سل من العباد كفوسينك قياك ذي نسيم ماذا قلنا وسيم لا رد شو تنسيم يتسعير
يقضوا المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. المؤمن ذوينك اللي غير من الغاشي شذاف اللمانه شذاف الخير تسمن كبدنا خاطر دين شيم وين من الغاشي في الاموال نسن اكو ذي من نسن. يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ان دين شيم في مسين شيم ذي حرام ان اذا منيس المال ينس العرض ينس وتكثر وتخبش دارا وتجرح دارا وتنقدر وتصدر المال ينس وتخدع دارا غاسو كيف قال سيدي ربي غيفقاك أكا بأي صفة من الصفات كمان استدار المالينش وتكتر ذي العرضينش العرضينش ذي العرضينش الحرمينش ذي الحرمينش لكان يتمثل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا كدي قال سيدي ربي قويس إنا دي قضى ذي الأمر دي سين الأمور إنا دي استخدم ذلك شركة سيدي ربات سخم ذي إحسان الوالدين ذي بيجي غطوي ذي فاركا ذي بيجي غلان المستقبلين خسرت كان أردي قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة إنا دي وقذا مغفون لعذاب دي فل الوالدين سيكشم لرغى الجنة أكني يفغو إلا أترفض أنه قرويك أترفض الوالدين سينار ديك جنتيني ولكن وين يعصان الوالدين يسوني سكره الدنيا في الوالدين وليك تخدم على الزليت وليك يخدم على الصيام العقيه كجني. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم او ديني اكبر الكبائر اكبر الكبائر لكلمة من قران اكبر الكبائر ذا شوفني يا رسول الله الناس استخدم وين يخدم انا شريك سيدي ربي وين يقعقن الوالدين ان وينك شاهدين اكتشهدين شهاده الزور كان يتمثل. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه عاق ومدمن خمر والمنان ويكتشمر يجنث وين يقعقل الوالدينيس وين إذ بعيد اكتب عن الخمر يموت غف الخمر ماذا قال لي ثوف غير سيدي ربي وخلاص سيدي ربي غفور رحيم ولكن ما يموت كمدمن خمر يحرمي ربي ذي جنث اكو ذي المنان وين المنان وينك نيا ما استفك الصدقه غير وانا تروح تتبع هذا السياقه هذا استقرض خدم غير كيكا خدم غير كيكا خدم غير كيكا وين ما تخدم ذي خير تروح تتبع الدفير يلقيك يغرد الاسكلاب خاطر تخدم ذي خير هذه تشم كثير دائما شويه نستخدم وين ام قبول ثار الصدقه نستخدم كذا كان نغ العمل الصالح استخدم لكن اوثق بيا ربي الكاجيني. إذن أنا عقيب اللي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى دي قار يتسمر غيد باش أنسعوا المعاملة إذا لغذوا الخلق سيد ربي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون دي قار لعن الله من غير منار الأرض دي قار الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثلاثين ثين استيقارك ذا الجارين كثو خلط إن عليك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. يقار ذا الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وين يؤمن صرب اليوم الآخر ويتسذر الجارين كان يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قيل يا رسول الله وإن شيء يسيرا قال وإن قضيبا من أراك ونا أستوي ذيك مكين سلميوت الحجة قال ذري من الحنث بشذا تستويض إنك حرمك سيدر بدي جنث جهنم مريتش الفافيس يا رسول الله ننسلك ماذا قل لأنصان الحج لسعى لزل إنيس ماذا قل لتسيواك ذا قشضني السيواك ذو نث قل ذري من الحنث تقذست يحرمك ربي جنث. يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ من طريق المسلمين شبرا طويقه يوم القيامة من سبع أراضين ماذا قلت تقول ثالث ذاست تقول فريدك تعدين ينسي من مثلا أنشتاقين ونخصارك وذي قسي مثلا كانت تدرتي غارتك شمالة تفض حزن أفريد الرنت ذا فريد مشتي الطوحري وتسو ستنتك وغاري خامن نسن أنا عقيب الله دي قار أتسع مرضى كانت أتسع بيضك يوم القيامة دي سبع القواعين ثالث ذاست ما تقصد تقول فريدك تعدين كن ينسي من وتستنخمض يعقد الديق وخامي كاين تبغوا تسعوا هذه الدقائق تاع عاش ضيم مضموض خاطر في ديك ساعه دين ينسر من يسعى زي غسيل ربي وليلا قرا يقاد السوسعه فريد باش اكسي السوسعه في الاكسي ديال ربي الخالق سبحانه وتعالى. هذه قال ولا يغتب بعضكم بعضا يند اهدر ثلا افثمت الونين ينسر من دفير ولي جزاره وتيقرات الصداك شوميش الكاجينا. يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه يند ريح لا المال الانسيم يند حاشينيك ديفكان شطوبات الخطر كاجين. يقرض سيدي ربي قباليش ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وكي سوره النساء الذي قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الذي قال سيدي ربي تشميو تشتال المال وندي فاطي حاشين ديفكان شطوبات الخطر خزرت كان الذي تكمل ذي الايه قيثام الحات الذي قال انقثر غيمان الاولون ينغني مانيش جهنم انشويشي دارت ينغي مانيش العبد ينغني يخنقني مانيس نغي شدني مانيس جهنم
جهنم ما غادي يتشن اكيد يحكم في الله السيد ربي وتسمن ترى باللي العبد ينغني مانيس استقرض باللي يفغيت يعقي يفغيت يعقي وين يفغي يعقي المستحيل الذي ينغي مانيس وين يفغي يعقي وري ستر الحرام وكشما في فركي وين وكشما ويخدم راه كوين ندير وين يفغي يعقي صح فري مالاد مونطال جام هذا يخدم هذا يخدم يخسر ولكن حاجه ما يقول يتي دي يعقي راه يخدم تمثال تيا تاكينا اذا ذا شو في ديننا السيد ربي بسم الله سنه الايه تاكي في الحنين اماكن يخدم بعض المواضيع ديال القران الكريم وين يتشاني حرام ينغي مانيس وين يتشاني حرام الى قد يعقيب اللي ينغي مانيس يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا يند وين غي يكرن يند اوليتي كرا غورنا هاد واحد الزنزه هذا استغوش هذا استغرد هاد بلا غير داخل شوف لا ناس دونا هذاك ويحيي شوف لا من بعد هذا السفكر هاد انت اكيد يخلص هذا يجعل المسكين يقوي مقود سخا ما فيه تشو خذ كش من بعد كشتي انا تفرح هادشي يدير مني تقوي ضاكني اقياك كذا هذا خيخي وخاميك في كذا دقيقي الجيفي أقيك السري حرام ويديك خدم لك فلاني خامن سن ذا فغيين ذي مسل قاسيف الحملوث النقارة أثنتوي ثايد النظام خراب وينك السني حرام وفر حالة سوين فرح سوين هذا ويد ستذينك أين دقات ستذينك ذي حياي فرحيس أكي فارك سيد ربي القس يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه أربي رزقيت ستقن عضي سوين إيد رزق إينا تفقدي دي فارك القس ولكن وينك نعم يكسن المكتوب الغير نظام خزرت كان المكتوب يفرقه سيد ربي أكو في عيفاديس ولكن يعلن المكتوب مرة أكو يقوثي ديارث غالجيفيس يخدميس إنس يعجب أني وغم وقذا مغفون يجعل العباد وتعيش نارا يجعل ذين خلاص سيد ربادي قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إلا ذا الخزائن والشورت إيه السكنة غم بلا يستخذ عيشن السعيد الفقير ذا الجارينه أفرح هذا خطر ذا العنصر وما من ينار قرقني السعيد افكس هذيش خطر ماشي تكشي في عقشن لا غاس ماشي هذا ذا روح ذا رغز ديف كسيد ربي رسقي سيد يابو بالنظم ولكن فارس تغنيت ولكن ونيس تسند يحرم السن أي الغير نظم ولير بح الدنيا ثوري البح يخرف تجينا ذا ثني ديج وذي تحاسف لس نزكا الزفا ربي وخرق قويني يتشام الرنز في الدن أما يسني ثنا موثني السينا ران ذينا أسيد ربا غدف كي حقيو كان وتسكر على العبد الميزان وتسكر على تغشر هذه الساعة وتسكر على أما علميك ذي وقت أما علموش الثلاثة ذي مخدام سواء تشتاقي ذا إيقي ثلاث نسيبت اتخذوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تسمعون في الخير ذي هنا وتسمعون ترى في العدوان الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم إلا ذات قضوا ثغى وسنقى مغين سيم أخير غرغوري ولا ماذا قلنا تكفى ذي المسجد نشهر المسجد النبوي الشريف فصل الذين ألف صلاة قلنا نظن حشى المسجد الحرام ألف صلاة ولكن ماذا قلت قضاء استغاو سنقيم إغمكين سيم فروح قضاء السيد نرسول سيقاد وزيج بيرلوث نرسير بحقيا الاعتكاف في سبحان ما تسبحون ذا المسبحون تسبح غضارة ذا خيني الشهر ثيفيثن ماذا قلت قضاء استغاو سنقيم سيم وعقيد الإسلام يثمثن يقان عقيقيا ما نخدم نشتاق اقياغ دين سي من الصح يروح يخزر يقرا صلى الله عليه وسلم يون تاجر يسعد داي يرطي يغشي ولكن ما ردي شي وقت باش اصدر لنا كني سني ردركني اسني شقا خدامي سي نرجو وانك نتفضك نسحرس عشان سعديهم اسن سعدي ما لك الزرد ماشي ديال الحاله العاديه لا نسمح اسن اثن وخر نسمح اش كلش ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسمي قدر سيدي ربي سبحانه وتعالى يصرا ارد يحكو اينايين أينايين يوم القيامة أختي ديقار وش بيحصل الله عليه وسلم ذاش يتخدم إن يسي رسول الله أنا سيد ربي نسو ساعة غير كان تظلت زيادة أنا كارقوين نظن إن كان يتعامل الغاشي ولكن مرد يقضون أذو غير غير وينك أروي ذاني بفكي غاكن وينك زمر أدير أدير وينك زمر تسمي حغس إن يسا كنت تسمي حذا لك سمي حغ تسمي حذا يعيب ذيو عك سمي حذا ساقيا كان يثمد وجد الإسلام أنا يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة تقصد استعكم تيو ما كان سيمدي الدنيا تكسكس لي خاف ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة في السر تسفه ما كان سيمتي يسر ربي فلك يوم القيامة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة ما تسر ما كان سيمتي يسر ربي في الدنيا كسر ذي لخاف يقرض والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ماذا قلنا ذي العون ما كنت سيمسي ذي ربنا ذي ذي العون ولكن وصرا جارك تشوف اللي ذرى ذي العون أهذ بلك ذا ذاك وثل ذرى ذي العون سوف قرر صيد ربك ذي العون لا لا ماشي وحكي يغلي الدونيت يقطع عقيدك أتشي لدي العون العيفاد العيفاد نسيدي ربي باش هذي نسيدي ربي ذي العون كان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي التنية مثلا
كرق وين نكون ديغين مرة دي المخالفة تجي كامل أكو أنا عقلت شفغ ثمسال تينس عم ثمطوفة قيت تظلان عام 12 شهر تصوزوم عام 12 شهر وقلت تسيد ربي دي جهنم أي خطر تسادو الجيرانيس ما ثو ما نوحر دي المعاملة تذقوه قال أنا أولي غتخدم ترى ظلي في النغض الزكاة النغض الصيام النغض إلى قناع قيكا سيد ربي يند إنما المؤمنون إخوة يند دث مثل المؤمنين دث مثل المؤمنين دث مثل وخاسوا إلا الذي ذنشيم ذيك ماك من آدم إلى قد صوت ذم كانت سكنظ الرحمن الإسلام عيونيث ذا نصرانية ذا يهودية سكنس سكنس أبريدنا الإسلام هذا راس أبريدنا الإسلام سيد ربا دي قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. دي قال سيد ربا ماذا قال هذا المشرك ماذا قال هذا المشرك يغريد الكفوسيك سكنا سيدي الناس إذا ربي خذ ماسي خير اطفث غور كان عندك يتسنسال أي خطر ذي القوم والزرارة ذي الجهلة سكنا سنفري ذي الدين ما يشهد لا إله إلا محمد رسول الله طوي الدعوين غلا خرف كدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يند ماذا قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ماذا قال هذا ربيون أفوفوسيك شهد لا إله محمد رسول الله خير وان سيدي شرقي طيش حشم ماذا قال يغير كان يذ مثلا إذن أنا عقي باللي كرقوين يتضيمن واش يروح عليه حقيش ويتسرر وين يتضيمن إذا قد يتسرر وين يقضيمن ولكن وين يتضيمن المحال هذا يتسرر أي خطر أزكى يوم القيامة الزفر ربي أذي يفرح ذي الفرحة لا يفرح الناس إن غسي ذا ربي حمد غكش كركو يدير إنك يخذ مكنين ذي الدوني تريد حواجه خطر السجي تخياف وين أين رستارد صردي ذري من تخياف الصرد أين صردي تخياف ولكن دينا نستر الحسنة تظلي فيك الزكاة نك الصوم نك عندك دغيل أم ثم غرفك يا الجنة ما يجي كم تظلي في الصروح الصيام الشروح هكا يقر صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون الدرهم ولا دينار يند وين يضيمن إن غضي غيب السماح دي الدوني ثوق في الذي يوض الوقت ماشي الدينار نغض الدرهم كان المظاهر أنفان لها ماشي سنقار مدينين سلفسان ما سنقار مدينين نغتوالين نصفق دي الجماعة نكشم على الجماعة نصفق إلا قمت شويها للإسلام إلا قاني لي ذي الملح ذي الماكيا أني أنسع الرحمة ذقويا ونغ الصفة الخداع ذوينون يهار مرة ولقات دي دوين غرغورنا كي خطر موش بفيس يسعى سن إلى ثمث يسعى الإثم وزر الإضلال وزر الضلال يسعى وزر الإضلال يسعى الوزر الذنوب قوينكني يخدم أكن والذنب قوينكني أتي دي شوالي ناس قرن دي الإسلامي يخدم أكن إذن أنا عقيب لي أشي مكذ ثم غار ثقين أم تسقيني ذي المثل يغدي قوين وش في حصل الله وعليه وسلم أثي دي نسمك ثي أشي مكذ كشم جهنة مثل مطو ثقين يكتظلين عام 12 شهر تصوزهم عام 12 شهر وبعد جهنة ما يتي كان أي خطر تسادو الجيرانين يليون ذا يغيح قيس ثنا ثغيد المفلس فظلت الزكاة سميس فظلت الصيام سكتي وذن يتسادوا أكن يتسادوا أكن إن يسأل رسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس أني وذن المفلس لأن يسأل رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يوم نخلو نسعى لكن لا دار لا دوار إن يسأل ماشي ذو قيد المفلس خطر الدنيا تنفلسك وذيك ساس جمرة إنك ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسلف كدم هذا وضرب هذا وقذف هذا فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسنته أعطي من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار إن ذا المفلس ولكن أنا روح تظهر لي الزكاة الصوم الحج يخدم كل الفرائض كامل ولكن وقي يثيث وقي خذعيث وقي يسكد فلاس وقي يكريث وقي يتشاث وقي يرد فلاس من كل هذا الشيء يخدم ذينا أثناء خلص ما رنس العبادة تنيك خدمك تظهر لي تسعة روح الزكاة روح كل شذا ذي روح هذه فكك الحسنة نس أسماء فكت الحسنة تستكن الدنوب استكن الدنوب الناس أسين الناس إذا ربوي سعر شوي ساعة خلص أسين فكتس لي الدنوب الأول من بعد أثي ضرح سيد ربي دي جهنم أتسمع قال تظل ثيكة تمتاني سلغاشين الحجين كا تمتاني سلغاشين الزكاة أين تخذ مضمرة العبادة تشوي ضغلاشي تمتاني كس كان وإلا قالني ين كان يث مثل أغين فعر بيش الدين النغ أورغ روح المجهود نخدم ذي الدين النغ أغجى يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أغجى يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.